برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ووصلنا معاكم لفقرة الصحافة والدنيا فيها ايه. نشوف معاكم دلوقتي اهم المنشطات اللي طلعتنا بيها صحف النهاردة. بيسعدني وشرفني وجود استاذ يوسف وهيب الكاتب الصحفي باخبار اليوم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة بالصحة والسلامة. طيب معاك كده نشوف النهاردة الدنيا فيها ايه فندم. ونبتدي من المصري اليوم، والخبر الاول بيقول السيسي يوجه بالاستمرار في اتخاذ كل الاجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الأربعاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي. الحقيقة مجهود كبير يعني قام به البنك المركزي الفترة اللي فاتت. تحسن الأوضاع الاقتصادية، تحسن وضع الجنيه المصري، يمكن أداء وسط أهم ثلاث عملات كانوا على مدار العام الماضي. حضرتك شفت الفترة دي إزاي؟ هو منذ البداية أن فكرة تحسن وضع الجنيه المصري هو خبر يسعد جميع المصريين طبعا. بلا شك، ولكن المردود المباشر على المواطن المصري الذي يريد أن يلمسه في معيشته وفي احتياجاته هو ده المهم، وهذا ما يعمل عليه السيد الرئيس منذ، لا أقول منذ بداية توليه رئاسة البلاد، ولكن من قبل. إذا تحدثنا عن الاقتصاد يستتبعه تماما أن يأتي إلى ذهننا العمل، والرئيس السيسي قبل ترشحه ركز على فكرة العمل، حتى قال مداعبا أننا يعني هتشتغلوا معايا هنبدأ من 5 الصبح. في ناس استجابت، في قطاعات استجابت، في قطاعات ما استجابتش، في لكن ظل هو الرجل الذي يعمل، هو والدولاب الذي معه، وهذا ما أدى إلى هذه النتائج. حتى هناك بعض الناس وبعض المنظرين والمحللين والمتشائمين في عام 2015 تقريبا قالوا أن الدولار ممكن يوصل ل 40 جنيه مصري و 60 جنيه مصري في السنوات القادمة لو كان الوضع استمر زي ما كان، كانت هتوصل اكيد. لا لا، هو كان، انا بقول المتشائمين والمغرضين واصحاب الهوى الاخرين في القنوات الاخرى وفي الاتجاهات الاخرى المعادية للدولة كانوا يصدرون لنا هذا الاحباط، لكن بمزيد من الصبر والعمل وحصل ان الجنيه الدولار انخفض امام الجنيه وهكذا، او ارتفعت قيمة الجنيه قليلا واخذة في الارتفاع والنمو، وهذا ما قد يأتي بمردوده على رجل الشارع اللي مثلي ومثلك ومثل الإخوة الموجودين في الاستوديو. أكيد، وبمزيد من العمل زي ما بالتأكيد لابد اقتصاد يعني عمل. الفترة دي شايفين أنها هو ده الجد، والكلام ما كانش مجرد كلام والنتائج بقت واضحة، ففضل أن الكل يشتغل. هو في ميزة كمان في القيادة السياسية للبلاد على عكس ما كان سائدا، كانت هناك إعلانات عن مشروعات عظيمة وافتتاحات ولكن لا يحدث شيء. لكن هذه القيادة لا تقول عن الشيء ولا تعلن عنه إلا بعد أن يتم أو يكاد يتم. لا، ولا عن فترة زمنية محددة يتم الانتهاء من المشروع. بالضبط، ده فارق شاسع يعني. طبعا نروح خبر تاني من الأهرام. وزيرة الخارجية والري يشاركان في اجتماعات سد النهضة بواشنطن. يشارك وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع حول سد النهضة على مدار يومين بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي. في كل وقت بيكون في اجتماع وقبلها، ويمكن في فترات بنحس بتعنت الجانب الاثيوبي عدم الوصول الى اتفاق، بنقول احنا وصلنا لطريق مسدود، لكن دايما مصر بتشوف الطريق ابعد من كده، بتشوف نقطه مضيئه، وفي اصرار على ان لازم نوصل الى حل، وحل سلمي باتفاق. ربما هذا ما يبدو لنا نحن الموجودين الان، لكن هناك من يعملون في خفاء دائما في أي قضية من القضايا، وهم الأدرى بهذا الأمر. هناك من يرتبون ويخططون ويواجهون مثل هذه التعنتات بمزيد من الصبر مرة، بمزيد من الاحتمالات مرة، ويساند القيادة السياسية أيضا دعم شعبي ما قد يتمثل صحيح. مثلا في زيارة أو في رحلة زي الدكتور مجدي يعقوب ما أثيوبيا أو عالج ناس، ف
يكاد يكون هناك دعم شعبي من القيادة السياسية، يكاد يكون هناك تحرك ناعم من قبل الرئيس باعتباره كان مصر كانت رئيسة دورة الاتحاد الإفريقي السابقة اللي تسلمت لجنوب أفريقيا، فكان لسه آخر زيارة للرئيس كانت لأثيوبيا في الاجتماع الأخير قمة 33، وتمت مناقشات قد تكون في الأروقة المغلقة، في فبيتم عمل ما من قبل أصحاب الشأن المدركين للأمور وخطورتها السياسية وخطورتها الاقتصادية. ويكفي أن البنك الدولي شريك في هذه المفاوضات المنعقدة في أمريكا 12-13 فبراير. نتمنى يا رب الخير لبلدنا. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد. وطالما احنا في أيدي أمينة، في ثقة ما في القيادة السياسية في البلاد أنها تدير الأمر لا بتهوين ولا بتهويل. أكيد مسألة أمن قومي، وسيادة الرئيس أعلن ده وقال ودي مسألة حياة وموت. بالضبط. طيب خبر من جريدة اليوم السابع بيقول الوزراء نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف 10 محافظات هي الأكثر إنجابا بحزمة من التدخلات الحكومية، وتم إجراء كشف على 5 مليون سيدة في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الدولة ستوفر عمل للسيدات في القرى الأكثر فقرا كحافز لتنظيم الأسرة. كنا محتاجين أن احنا نرجع مرة تانية فكرة الإعلانات ووسائل الإعلام والحافز والتوعية اللي كانت من فترة، والحقيقة كان ليها صدى وكان في نتيجة، لكن بعد كده حصل تراجع وابتدينا نزيد وتم الإعلان وصلنا بالفعل 100 مليون نسمة. فوجود الحافز زي ما الخبر دلوقتي بيقول، حضرتك بتشوف أنه عامل مشجع أو محفز؟ هو زي ما قلت حضرتك أن الإعلانات كانت أو الحملات الإعلامية كانت تؤتي ثمارها في بعض الأوقات، لكن إن لم يستتبعها دعم من المؤسسات الثقافية والإعلامية والمؤسسات الدينية لن تؤتي ثمارها الكاملة المرجوة. وهناك يعني قد يكون الدعم حافز كبير لذا، لكنه لن تستطيع الإمساك به، لأن هناك من يسجل نفسه أنه كذا وكذا، زي ما ظهر في برامج التكافل وكرامة وغيره وغيره، أنه أناس لا يستحقون ولكنهم أخذوا هذا. وبعدين نبتدي نعمل تنقية بقى. نبتدي تعمل تنقية بطاقات مش عارف تموين. فلا، لابد من، لا نكتفي بفكرة الحافز أبدا، ولكن بالتوعية الكاملة في كل المؤسسات المعنية. تمام. طيب يعني قبل ما أكمل مع حضرتك الأخبار، إحنا معنا فاصل كده نخرج نشوفه جزء من ندوة تشجيع الاستثمار الفرنسي، وإحنا لسه بنتكلم عن تشجيع الاستثمار وعن تعافي الجنيه والاقتصاد المصري والشراكة. الحقيقة يعني ده ملف مهم جدا، مهم جدا عالميا في إطار الاقتصاد العالمي، لابد فكرة الشراكة دي طبعا. مهمة جدا أكيد. نخرج نشوف جزء من ندوة الاستثمار لتشجيع الاستثمار الفرنسي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهاردة من مؤتمر صحفي للإعلان عن ضخ استثمارات جديدة، استثمارات فرنسية في مصر للكشف المبكر عن الأوبئة والأمراض. ناس كثيرة جدا مننا أو يمكن كلنا سمعنا عن مرض أو فيروس كورونا، وناس كثيرة مننا جدا خايفة أو بدأت تاخد بالها وبدأت حتى لو بتهزر لكن بدأت أنها تحط الموضوع ده في دماغها. بنسمع أخبار كثيرة جدا عن انتشاره في كمان في دول كثيرة. خلونا نعرف أكتر إزاي هنقدر أن احنا نقي نفسنا منه. خلونا نعرف أكتر عن أهمية الكشف المبكر عن الأوبئة والأمراض، وعن قد إيه مصر هي مكان للاستثمار. كل العالم بقى بيبصلها بنظرة رائعة جدا، وكل العالم بقى شايف أنه إن هي مكان مجهز ومؤهل ورائع جدا للاستثمار. خلونا نعرف كل الحاجات دي من النهاردة معاكم في المؤتمر. خلونا نتابع أكتر مع حضراتكم. احنا شايفين إن مصر مناخ جيد جدا للاستثمار، وشايفين كمية المبادرات اللي تتم على مستوى الرئاسة، وبنشكر سيادة الرئيس لاهتمامه البالغ بصحة المواطن المصري. وطبعا احنا سمعنا كلنا عن كامبين 100 مليون 100 مليون صحة. احنا دورنا ان احنا نكافح الأمراض المعدية، واحنا بنحاول نبذل قصارى جهدنا ان احنا نوصل لتفاهم مع وزارة الصحة المصرية من خلال مذكرات التفاهم وما إلى ذلك لتقديم الدعم والعون في هذه المنطقة. هو الحقيقة
الشركة دي اللي احنا مثلا بنتكلم عليها حاليا او في الايفنت بتاعتها او مناسبة تواجدها احتفال بتواجدها هي موجودة من زمان قوي في مصر، لكن موجودة كنشاط تجاري. اول مرة الشركة تيجي بنفسها وتفتح مكتب علمي ليها هنا في مصر. والحقيقة احنا لينا طلبات كتير قوي كناس متخصصين في المجال ده من الشركة لانها من الشركات الكبيرة، وبالتالي بنتواصل معهم بصورة أفضل، بنقول لهم على المشاكل اللي موجودة في السوق المصري اللي تخصنا إحنا وطبيعة مرضانا. زي مثلا إحنا عندنا بعض المشاكل الصحية مش موجودة، وزي ما حضرتك تفضلتي إنه الكورونا موجودة في الصين لكن مش موجودة في مصر، ومثلا كان فيروس سي موجود في مصر ومش موجود في أماكن تانية بنفس النسبة. فدي الخصوصية بتاعة البلد، هم دلوقتي هيقدروا يحسوا بالخصوصية بتاعة البلد أكتر، وهنتعامل معهم في بحث علمي كتير لان هي من الشركات الكبيره زي ما قلت. بصوره عامه استثمارات او تبادل تجاري بين مصر وفرنسا ممتازين، والارقام بيزيدوا من الناحيتين، صادرات فرنسا بيزيدوا، صادرات مصر اهم حاجه بيزيدوا في الفتره الاخيره زادوا. في استثمارات جديدة زي ما جت شركة عملاقة كبيرة بيوميريو، صحيح انه متواجدين هنا بس كانوا متواجدين كموزعين، دلوقتي متواجدين كشركة. دي شركة شركتهم رقم 43 ضمن استثمارات في العالم. وانا بأكد على نقطة، اذا كان شركة بيوميريو قوم بعد دراسات طويلة استقروا في مصر، أولا عشان ينتجوا هنا وكمان يصدروا للسوق الأفريقي، لأن مصر بوابة السوق الأفريقي، شرق أفريقيا 19 دولة 510 مليون نسمة، يعني 510 مليون مستهلك. ده واحد. ليه استثمروا هنا؟ لأنه عندهم ثقة، وده بالنسبة لي أهم، عندهم ثقة بالسوق المصري، بالأوضاع مصر، بمستقبل مصر، بإمكانيات مصر، عن طريق قانون استثمار جديد، عن طريق يقدروا يحولوا الأرباح، تحويل الأرباح للخارج، تراخيص في دلوقتي أحسن وأحسن، مش بقول 100%، مش حاجة 100%، بس بدأت تتحسن مناخ الاستثمار، والمستثمر عايز يجي يستثمر ويشتغل ويكسب ويحول. دلوقتي كله ده متوفر، البنية التحتية متوفرة، كوميونيكيشن الاتصالات موجودين، دول طلبات بتاع المستثمرين. برحب بحضراتكم مرة تانية معنا، وأستاذ يوسف برحب بيك مرة تانية. ومن خلال التقرير لو أخذت برضو تعليق حضرتك على تشجيع ضخ الاستثمارات الفرنسية في مصر في أكتر من قطاع أو أكتر من مجال. على مستوى العلاقات المصرية الفرنسية منذ نهاية القرن 19، وكانت بداية الشراكة الفرنسية منذ أن أتت الحملة الفرنسية، حتى لو كان ظاهرها احتلال عسكري، ولكن أتت بالمطبعة، غيرها أتى بالحملة العسكرية فقط مثل الإنجليز وغيرهم والرومان، لكن الفرنسيين بالذات جاءوا بالمطبعة، وكانت بداية التنوير وهي الشراكة الحقيقية لتنمية المجتمعات التي تؤدي لطفرات اجتماعية واقتصادية. فكان بالأساس المطبعة دي عامل تحول رهيب منذ بدايات القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر. فعلى مدار قرن كامل أنت في إطار الثقافة الفرنسية ليست مصدر عداء خالص حتى بالنسبة لثقافات أخرى، ولكنها محببة إلى فئة ما وطبقات ما من المصريين. وهناك كثير من رموز التنوير ممن سافروا إلى باريس وتعلموا، بدءا من رفع الطهطاوي وطه حسين وغيرهم وغيرهم. فالشراكة الحقيقية تكون في شراكة الفكر وتنمية الفكر
وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تطوير الشراكات المتعددة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيره. أكيد، ولأننا بنتكلم عن الثقافة وعن تغيير الفكر، عن تغيير السلوكيات، ودي حاجة مهمة جدا أننا نكون يعني حريصين عليها هنا، مش بس تنمية، لكن إحنا بننمي وبنبني وبنعمر، لكن فين بقى الثقافة والسلوكيات اللي مفروض أنها تكون موجودة في الشارع، الاهتمام بنظافة بلدنا، يعني القاهرة اللي فازت زمان بأجمل بلدان العالم. فاسمح لي أقرأ برضو مع حضرتك خبر بيقول: تفاجأ سكان باريب الساحلية في إندونيسيا بسبايدر مان يقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ، ويشجع المواطنين على أن يحذوا حذوه ويحرصوا على إزالة القمامة من مدينتهم. نقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن رودي هارتونس البالغ من العمر 36 عاما قوله: قمت بتنظيف الشوارع والشواطئ مرتديا ملابس عادية، إلا أن الأمر لم يجذب انتباه أي أحد، وهو ما جعلني أفكر بارتداء ملابس سبايدر مان. وتابع قائلا: تغير تجاوب المواطنين بعد ارتدائي لزي الشخصية الخارقة، وبدأوا بتغيير سلوكهم فيما يتعلق برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها. يعني فكرة مبادرة بسيطة جدا، فكرة وفردية كمان، يعني مش حاجة محتاجة جروب أو مجموعة، وحصل فيها تجاوب. هل ممكن نعمل تجربة زي دي أو حاجة شبه كده عندنا هنا، يبقى في تجاوب من المواطنين؟ والله إذا أنت حضرتك قبل الخبر، قبل ما تقري الخبر، حطيت إيدك ولمستي فعلا عصب المشكلة أو عصب الأزمة، اللي هو إن لم تصاحب هذه المشروعات التنموية ثقافة وتطور ما في البنية الفهم والثقافة، هذه المشروعات مصيرها إلى الإهمال مثل غيرها وما حدث. أما بالنسبة للخبر المذكور، فإنه إحنا كمصريين يعني كان مشهور حتى في الأرياف، في الصعيد، في البحيرة، أنا برش وبكنس قدام بيتي وبرش وبكنس قدام بيت الجيران اللي من هنا ومن هنا حتى لا يصيبنا الغبار. يعني تخيلي، مش بنظف قدامي بس وماليش دعوة في حد. لا 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 لا، دي ثقافة كانت موجودة طبعا. إيه اللي غيرها منذ السبعينات وحتى الآن؟ دخول ثقافات أخرى، رياح بدوية من الوهابية وغيرها وغيرها، غيرت بنية التفكير المصري وجعلته ينحصر في علاقات ما متخالفة مختلفة تؤدي إلى كثير من المشاكل، ولا تلتفت للواقع الاجتماعي ولا للبيت اللي بيعيش فيه، بل بالعكس بيبقى ماشي بالعربية ويرمي، ممكن بيبقى من طالما بعيد عن بيتي خلاص. فياريت الثقافة دي تتغير ونرجع مرة تانية زي ما كنا زمان. طيب، الخبر الأخير اللي معانا بخصوص فيروس كورونا: يواصل فيروس كورونا الانتشار وحصد الأرواح في الوقت الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا القول أن الفيروس قد بلغ ذروته أو وصل لنهايته. وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين الخميس بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15,000 إصابة. وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخص على الأقل، ووصل تعداد المصابين إلى 60,000. يا رب بالشفاء للجميع، ونتمنى أن الأزمة دي تخلص على خير وما يكونش فيه مزيد من حصد الأرواح، ويحمي بلدنا وشعبنا يا رب، وناسنا، يحمي مصر من الفيروس ده ومن كل أزمة ممكن تمر بيها. أنا سعدت بوجود حضرتك جدا أستاذ يوسف. أشكرك شكرا أستاذ يوسف وهيب، الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، نورتنا. أشكرك صباح النور. خلينا نخرج دلوقتي مع حضراتكم، وبعدها نرجع نتابع بعد الفاصل باقي فقرات حلقتنا النهارده.